اليوم كيف تتعرفوا انه بقات واحد المده قصيره على التصويت ديال 8 شتنبير، وحنا في التجمع الوطني الاحرار درنا واحد الحمله ولا زالت مستمره، حمله ممتازه جدا وعطات الاثار ديالها لا على الساكنه ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا من طبيعه الحال بفضل المجهودات ديالكم جميعا. ولكن كيف قال السيد الرئيس في عده لقاءات وكيف تيبان انه بدا تيظهر تشويش ممنهج على حزب التجمع الوطني الاحرار، وتجاوز الامر مساله التشويش، اصبح السب والقذف في بعض الرموز ديال الحزب وعلى راسهم السيد الرئيس. اليوم احنا كمنتمي لحزب التجمع الوطني الاحرار وكناس خداو على العاتق ديالهم انه يمشيو عند المواطنين ويشرحوا لهم برنامج حزب التجمع الوطني الاحرار، من الواجب علينا اليوم انه نوقفوا واحد الوقفه ضد هذا التشويش وضد هذه الطريقه الممنهجه في التاثير على الراي ديال المغاربه. وفي هذا الاطار صدر واحد الفيديو ممنهج كيف ما تنقولوا ديال وزير سابق اللي جا وبدا ينتقد في الحزب وبواحد الطريقه بشعه. هذا من طبيعه الحال بدايه الهزيمه، عرفناه انه اليوم حزب اللي تمسك بالسلطه لمده ديال 10 سنوات حس براسو بدا تينهزم، وكما تنقولوا بالمراكشيه بداو كشاكشو تيخرجوا، وهاد الكشاكش ما بقاوش تيخرجوا غير في الخطابات العاديه، بل القيادات ديال الحزب ديالو تتهم ناس في الارزاق ديالهم، تتهم ناس في طريقه التدبير ديالهم. اليوم حزب تجمع الوطن الاحرار علاش حزب قوي؟ لانه حزب منظم، حزب مهيكل، فيه شبيبه ممتازه، فيه قيادات نسائيه، استطاع انه من خلال اللوائح ديالو انه يقدم للمغاربه كفاءات لا علميه ولا وطنيه ولا عندها شعبيه. وهذا الخليط هاد الناس تيبغيو يضربوه، تيبغيو يصنفوا الحزب تاع التجمع الوطني الاحرار في شخص معين. من طبيعه الحال رئيس الحزب قام بواحد الدور طيله 5 سنوات، ولكن قام بالهيكله اللي هما 40 عام عاد وصلوا لها، وهنا تتبان القدره والكفاءات الاشخاص تاع التجمع الوطني الاحرار. بالنسبه للفيديوهات الان اللي تتصدر ضد السيد الرئيس هي فقط للتشويش لا اقل ولا اكثر. اليوم ملي تنذكروا على ما عندوش كفاءة سياسية، شكون اللي ما عندوش اليوم الكفاءة السياسية؟ واش الناس تاع التجمع الوطني الأحرار وعلى رأسهم السيد الرئيس اللي تيدور المغرب وتيدخل الأسواق وتيتلاقى مع المواطنين مباشرة، ولا الناس اللي مخبيين وراء الكاميرات وراء الفيديوهات ودايرين 4 الناس ولا 5 باش ينشروا فيديوهات؟ اليوم اللي عنده الكفاءة السياسية هو اللي يقدم برنامج ممتاز، اللي عنده لكم الكفاءة السياسية هو اللي استطاع انه يبني حزب قوي متماسك في جميع الفئات المجتمع، ما فيهش غير كيف بغا يوصفوه الناس اللي لاباس عليهم ولا. وهذا الحقد الاجتماعي اللي بغا يكرسوه لنا هاد الناس راه هو الخطر الحقيقي على المغرب. لانه ملي بغينا نصنفوا الناس هذا غني ما يدخلش السياسه، هذا تاري خصو يمشي يقابل لي زافير ديالو، ولما نخليو هذه السياسه، في حين انه العمل السياسي مفتوح للجميع. اليوم للاسف حنا باقي تنقولها وتنكررها، هذه الطريقه ديال المحاربه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار طريقه خاطئه وطريقه تتكرس حقد الاجتماعي وخطر حقيقي على المغرب. اليوم ملي تنسمعوا وزير سابق اللي كان في حكومه مع شريك مع وزير الفلاحه وكان وزير ديال الميزانيه، واليوم عاد طفات عليه الشمعه كي تنقولوا، وتيقول لك راه رئيس الحزب ما خصوش يكون وزير الفلاحه. ايوا فين كنتي انت في هذه الفتره فاش كنت تشتغل معاه وفاش كنت تعدل ليه انت الميزانيه ديال القطاعات اللي تينتمي ليه؟ للاسف راه ما يمكنش باش نبقاو في الكرسي نضربوا القيم ديال الديمقراطيه ونضربوا القيم ديال البلاد. اليوم كما تنقولوا خصنا نكونوا واعيين، اللي خطر حقيقي على البلاد هما الناس اللي ما تيامنوش بالديمقراطيه، والناس اللي تيضربوا الديمقراطيه في الصميم
وتيديروا تبادل الادوار، وكل نوبه واحد تيخرج من فيكي، واحد تيخرج من اكادير، واحد باش يضرب الديمقراطيه في الصميم، ويضرب واحد الحزب اللي اليوم هو الحزب الاول في المغرب. ابا من ابا وشاء من شاء. اليوم هذا خطاب تنوجهو حنا كتجمعيين، انه هذه الطريقه اللي تيديروا هاد الناس في الضرب تحت الحزام بالكذوب بالاشاعه، راه لن تثني المغاربه على التصويت بكثافه الفائده التجمع الوطني الاحرار. اليوم الطريقه اللي دار عمده فاس والمشاكل المتعدده اللي عنده هو على مستوى مدينه فاس، والاداء السيء ديالو ملي كان وزير ديال الميزانيه، والخصومه اللي كانت داخل الحزب عنده واللي ادت به يقدم استقالته من رئاسه الفريق، هاد الازمه ما يجيش يبغي يبان اليوم على اساس انه هو المنقذ ديال المغاربه، وانه المغاربه قاصرين تيتسناوك حتى تجي انت السي الازمي عاد تقول لهم شكون اللي يصلح يكون رئيس حكومه وشكون اللي ما يصلح. شكون انت باش تقيم لنا التصويت ديال المغاربه فين بغى يمشي؟ انت بغيت تحجر على المغاربه بهذا الاسلوب ديالك، وبغيت تحجر على الراي ديالهم بهذه الطريقه ديالك، وهذا راه ما يمكنش. ومن هذا المنبر وفي اطار هذا الاجتماع حنا تنوجهوا نداء ماشي ليك انت، لا تهمنا في هذه المرحله، لان حنا اللي تهمنا هو نركزوا على البرنامج ديالنا، نركزوا على نوصلوا الفكره ديالنا للمواطنين المغاربه. اللي تهمنا هو نلقاو حلول للمشاكل اللي جات مورا الجائحه. اما انه تنصب نفسك انت اللي بغيتي دير تقول لنا شكون اللي يكون رئيس الحكومه وشكون اللي ما يمكنش رئيس الحكومه، هذا راه تيدخل في باب بين قوسين الغباء السياسي والغباء اللي تيدي لاش الفشل. يا سي الازمي، الاخوان ديال العداله والتنميه شيء من التعقل وشيء من التبصر، بغيتو تناقشوا ناقشوا البرامج، ما تناقشوش الاشخاص. ثانيا ملي تتقول لنا جمع المال والسلطه وما يمكنش، واش ما عرفتيش القانون؟ حشومه كاع ندخلوا معاك لهاد التفاصيل. القانون انه اي وزير ملي تيتحمل المسؤوليه ما تيبقاش عنده الحق يمارس التجاره، وبالتالي انه ممارسه التجاره راه ممنوعه على الوزاره، وهذا السيد راه 10 سنين ولا 15 عام كنت تقولوا هو وزير. الفرق بين الشركات لي مولتي ناسيونال ولا شركات المساهمه والممارسه السياسه شيء اخر، والعالم كامل راه رجال الاعمال عندهم الحق يمارسوا السياسه. علاش انت بغيتي تجي اليوم وكنتي تتمارس السياسه مع هاد الناس، وكنتي غابر في واحد الوزاره شكون اللي مر عارف ليا زامي كاع مع العداله والتنميه، حتى واحد النهار صبحتي وزير تفاجئنا بك حنا تنقولوا شكون هذا الازامي منين جا؟ ايوا تنقول لك اسيدي كنتي موظف، علاش بغيت تولي وزير؟ خطر على على على, على البلاد ان واحد انسان كان ماشي سياسي ما معروف سياسيا تبين عشيه وضحاها يولي وزير. ايوا الله يجازيك بخير، حنا ما بغيناش ندخلوا في هذه الملاسنات، ما بغيناش ندخلوا فيها، لأنه اليوم وقت البرامج، وقت النقاش العميق حول المآل ديال الاقتصاد بعد الجائحة. الحزب التجمع الوطني الأحرار قدم برنامج واضح المعاليم، برنامج واقعي اللي غيصوتوا عليه المغاربة في 8 شتنبير. وهاد الهستيريا تنسميها ديال الخوف من نجاح التجمع الوطني الأحرار، خليوها عندكم، ما تنقلوهاش للمغاربه الله يجازيك بخير، لان المغاربه اليوم في حاجه اللي يحيي فيهم الامل، محتاجين الكفاءات، محتاجين التماسك الاجتماعي، ماشي محتاجين اللي يبدا يفرق بيناتهم ويبدا يصنف المواطنين، هذا غني هذا فقير. اذا من هذا المنبر ما نطولش عليكم، الله يجازيكم بخير، حنا بغيناكم تثقوا في نفوسكم بالدرجه الاولى، وثقوا في التجمع الوطني الاحرار، وكما تنقولوا ما نتصنتوش لهذا التشويش. حنا اليوم من الواجب علينا نردوا، ولكن الهدف الاسمى هو التصويت على التجمع الوطني الاحرار
يوم 8 شتنبير باش ينفذ البرنامج ديالو اللي وعد به المواطنين واللي المغرب اليوم في حاجه ليه. واش فيما يتعلق بتخوف المستثمرين من رئاسه الحكومه انت اول التجمع الوطني الاحرار، بالله عليكم شكون اللي جاب المستثمرين الكبار للمغرب؟ بالله عليكم الشركات الكبرى ملي جات القطاع الصناعه وقطاع الفلاحه والسياحه، شكون هاد الوزراء اللي مسؤولين على هاد القطاعات؟ ماشي الوزراء ديال التجمع الوطني الاحرار. شكون اللي كان التواصل المباشر مع هاد الشركات الكبرى للاستثمار؟ ماشي الوزراء تاع التجمع الوطني الاحرار. اليوم بغيتي تخلعونا تهزوا فزاعه الاستثمار، هاد الفزاعه اللي كنتو نتوما تتعانيوا منها وتتقولوا انه تهزوها الاخرين ضدكم وترأستوا الحكومه وتهزات الفزاعه على اساس ان الاسلاميين غيجريوا على المستثمرين. لولا هاد الجهد ديال هاد الوزراء ديال التجمع الوطني الاحرار في المرحلتين السابقه والطمأنه ديال هاد المستثمرين سواء في قطاع الطاقه او سواء في قطاع الفلاحه او الصناعه او السياحه، للاسف اليوم المستوى نزل وصاحب الحاجه اعمى. صاحب الحاجه اعمى. باش تجلبوا الناس بديتوا تتخرجوا هاد الامور. انا تنعاود نقول رجعوا للرشد ديالكم ورجعوا للصواب ديالكم. هاد الامور اللي تتقول راه ماشي منطقيه وماشي معقوله. شكرا.